على طول. لكن رافائيل ماركيز رقم 4 كان صاحي في الحته دي. وادي رونالدينهو بيكتب لاسامه على الكاميرا يا سلام، شكرا شكرا لكل الجماهير بتسقف هنا شايفين دي ده اللي فاتت الجميله والعرضيه. يا نهار ابيض، بداوا يحطوا اقدامهم على ارضيه الملعب بمنتهى القوه والثبات. هنشوفها مره ثانيه، لا ما فيش تسلل، في واحد واقف على خط المرمى، في واحد واقف، لا لا جون سليم 100% 100% مظبوط مظبوط، جاي من الخلف الامام واضحه جدا جدا. ادي العرضيه الحلوه الضربه الركنيه، وادي اللمسه من ناحيه اليمين وانقضاض على طول واضحه واضحه واضحه، هدف جميل جميل. رافائيل ماركيز حط راسه فيها وعلى طول دخل زي الاسد زي الاسد، حطها حلوه حلوه حلوه، مفيش مشكله، مباراه جميله واستعراضيه وحلوه، والنادي الاهلي ان شاء الله هيعوض. وادي الحلوه اهي، وادي ابو تريكه اهو، واللمه فين والتانيه ايه، لكن صغيره صغيره. والعرضيه منتهى الخطوره، لمه خطيره جدا جدا، والنقله والتانيه منتهى الخطوره. يا نهار ابيض يا نهار ابيض يا نهار ابيض يا نهار ابيض، مش ممكن اصحاب الارقام. وادي جود يانسن داخل على يمينه العرضيه وداخل بيها جوشي دي، عايز يعدي مره ثانيه، حطها لمركز خطيره خطيره خطيره، والهدف الثاني خطيره خطيره، والهدف الثاني حلوه 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 حلوه، تنه باين على وشه. طب تعالوا نشوف اوفسايد ولا مش اوفسايد، نشوفها مع بعض. ادي النقله وادي الثانيه، مغطي يا شادي مغطي يا شادي، اللي رفع ايده شادي ده مغطي فعلا، قرار سليم 100%. ادي الهجمه الحلوه ليزو جولبان، يا ريت الشوط ده نجيب جون وممكن جدا جدا تعاد النتيجه. وادي الحلوه ناحيه اليمين، اللمه من احمد عادل، عايز يخش جوه بيدور عايز يعمل 1 2، وادي ال1 وادي التو، لكن فين يا احمد عادل؟ بره رجاله شويه، استلام من فلافيو وشروك خارجه حلوه، يلا بيطلع يلا يلا، يا نهار ابيض يا نهار ابيض يا نهار ابيض. ماشي ابو تريكه من ناحيه الشمال، وش رجله الخارجيه جميله، يلا ابو جلبان حلوه، يلا اهي خش بيها خش بيها خش يا راجل كمان، لكن مقطوعه. والله بدانا نشتغل، عشان كده فيكتور فالتيز بدا يزعق لخط دفاعه. وادي العرضيه وهي دي بقى، هوبا والثانيه، لكن يا 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 محمد شوقي حلو قوي قوي، ابو تريكه طالع له فلافيو، ابو تريكه وفلافيو، يلا فلافيو مش مالك عرضيه مش مالك عرضيه، يا نهار ابيض حلوه 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 حلوه، بطن رجله حلوه في اليمين حلوه. احمد عادل عدى واخد كوره جميله قوي بتاعت فلافيو، ماشي احمد عادل والله بيلعب كويس قوي احمد عادل غدواتي. وادي العرضيه الحلوه، لكن مين مكمل مين 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 يا ولد، اخدها فيكتور فالديس، حاجه جميله جميله، نشوف نجوم العالم نادي برشلونه. ودخل ايضا ساده الرئيس الى المقصوره الرئيسيه معه كبار الضيوف وكبار الزوار. لما من اوليجر طويله في اليمين طويله في اليمين، وانقضاض على طول، وتبقى اول ضربه ركنيه في الشوط الثاني لصالح فريق برشلونه. شوطي المباراه انيس بوجلبان، ارضيه مقطوعه على طول من اللاعب كوتي مانسا، نقله طويله في الشمال، رونالدينو رونالدينو عايز يلم عايز يلم مره ثانيه، يا نهار ابيض يا نهار ابيض عليك يا نهار ابيض عليك، انت مدبت فيولا في 25 وكوين في الدقيقه 25. لا لا والثانيه خطيره جدا خطيره جدا خطيره جدا، ميسي ميسي ميسي، يا نهار ابيض حلوه يا حضر، لعيب كبير قوي قوي تشافي، حلوه جدا جدا، هجمه خطيره جدا هجمه خطيره جدا، ماشي والجاب ماشي والجاب، رونالدو يعديها، ويتو 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 ويتو، جسمه هيعمل ايه؟ بص جسمه بص بص جسمه، يا جسمك يا جسمك يا جمال جسمك، لكن يحطها فين بقى؟ سمو الايدو في السماء، اشتغل بجسمه جسمه جسمه ما لمس حاجه يا عيني، وبطن رجله سمو الايدو، لكن عاليه عاليه عاليه، مش هو ده الفريق اللي تقدر تعمل فيه زي ما انت عايز، ده انت لما تطلع معاه بنتيجه يعني مقبوله شويه يبقى خير وبركه. يا نهار ابيض، وادي اندفاع جميل، حسن مصطفى بيدور بيدور بيدور، حط على يمينه حط على شماله، اطول من اللازم اطول، ابو تريكه ابو تريكه هيجيبها هيجيبها ابو تريكه، وعايز يعدي وعدى، يا لعيب يا لعيب، هوب يا نهار ابيض يا نهار ابيض، الامل فيه حلوه حلوه، اللمه يا ولد يا ولد، لم اوليجير حلوه قوي قوي، لكن ترام زي الاسد داخل. وادي لمسات الجميله للنجم الساحر البرازيلي رونالدينو، اللمه بالشمال والترقيصه باليمين والتمييزه بجسمه، حاجه حلوه حلوه. وادي نقله صغيره لكن مش منضبطه، بيضغطوا حلو جدا جدا جدا، رونالدينو تطول منه مقطوعه حلو، ماشي بالعرض عماد، حطها على شماله جميله، واللمه ما بتفكش عايز يعدي وداخله جوه وعلى يمينه، هوبو عالي عالي عالي، دفاعيا بشكل مقبول جدا طبعا، ده كان دو سانتوس جيوفاني دو سانتوس الاسمر، واللمه من ايدته
لكن اطول من اللازم، مقطوعه وجوفاني وقته 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 والحضري. يا نهار ابيض يا نهار ابيض، ثلاث ارباعهم مش اساسي، فعندهم الرغبه ان هم يوروا ريكارد ان هم لعيبه كويسه. دول شبعانين اللي في الملعب، دول شبعانين لعب، لعبوا طبعا اول امبارح امام ريال فيال وبيلعبوا على طول باستمرار. وخطيره 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 وصامول ايه، يا نهار ابيض عليك يا ادي. ادي التمريره اهي، وادي النقله مش مظبوطه، استلم على طول، حط جسمه بقوه مع وائل جمعه وزقها لحظه خروج الحضري. ثلاثه لا شيء، النجم الكاميروني صامول ايدو يحطها ما بين رجلين عصام الحضري. صامول ايدو روعه 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 ايدو. في الدفاع احمد عادل حاول كتير جدا جدا جدا، لكن ما كانش فيه قدرات تنظيميه جيده من ناحيه اليمين والعرضيه. ما فيش حد، ما فيش حد، ما فيش حد، في مجهود رهيب بيتعمل في وسط الملعب. لمسه من ابو تريكه لاحمد صديق في اليمين، عايز مساحه ويتحرك، لكن بصوا الكاميرا يا جماعه، اثنين احمر وسبعه حلوه. هوب، يا نهار ابيض عليك، يا نهار ابيض عليك يا وسام، اثنين احمر وسبعه اصفر، لكن والله كان ممكن جدا. دخل معاه بقوه شديده، وادي العرضيه بتاعت اسامه حسني عدت بغرام. برشلونه يلعب في اوروبا والاهلي يلعب في افريقيا، وهناك فارق لا شك في هذا بين الكره الافريقيه والكره الاوروبيه. ميسي ميسي ميسي، ايتو ايتو والرابع، ايتو والرابع، ايتو والرابع، حلوه 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 حلوه. او بعشرات الملايين امام فريق مجتهد وفريق مكافح وفريق كبير افريقيا وفريق له سمعه وسيط رائعين على المستوى العربي والافريقي لا شك في هذا، لكن ما زلنا قطعا بعيدين عن العالميه. العالميه لها شروط ولها مواصفات ولها اسعار ولها ارقام، لكن في النهايه هي مباراه استعراضيه في يوم جميل جدا جدا جدا. ويطلق عصام عبد الفتاح حكم الدوري الكبار ده.